السؤال رقم 17 بيقول لي من العناصر في المركبات تتوقع ان يقع في المجموعة 2A؟ المجموعة 2A مجموعة فلزات. اسم العناصر بتاعة الفلزات ديت اسمها أقلاء أرضية. طبعا العناصر ديت بينتهي تركيبها الإلكتروني بـ S2، وبالتالي طالما بتنتهي بـ S2 هيبقى التكافؤ بتاعها تكافؤ موجب كام؟ 2، لأنها بتميل إلى فقد إلكترونات التكافؤ بتاعها بإيه؟ بسهولة. طيب هنختار مين يا أحمد؟ ها؟ دبليو. طيب احنا عندنا هنا الكلور بسالب 1، يبقى ده بموجب 1، يبقى العنصر ده من عناصر مجموعه 1A، يبقى مش نافع. هنا سالب 1 في 2 هيبقى بسالب 2، يبقى الاكس بموجب 2، يبقى ده اللي احنا بندور عليه، يبقى نختار له مين؟ اكس. سؤال رقم 18 وليه ما؟ عنصر ممثل اكس يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الرئيسية الثالثة، طبعا ده الألمونيوم. وطالما في المجموعة الثالثة يبقى تكافؤ ايه؟ ثلاثي، هيبقى ايه موجب او ايه ال موجب كام؟ 3. وطبعا طالما قايلين اكس يبقى اكس موجب كام؟ 3. يبقى ده العنصر اكس وده الاكسجين او. الاكسجين بسالب 2 على فكره، ها هيبقى الصيغه او اكس 2 او 3 باختيار الاخر. هنا بيقول لي عاوز عدد تاكسد اليورانيوم في الايون ده مجموعه ذريه، خلاها في المجموعه الذريه. طيب احنا عندنا ادا اليو وده الاو وده 2 وهنا بموجب كام؟ 1. طبعا الاكسجين هيبقى بسالب 2. طيب هو طالب اليورانيوم ادا اكس، سالب 2 في 2 هيبقى بسالب 4، هنساوي كله بكام يا شباب؟ موجب 1. انا عندي ده بعكس الايه؟ الاشاره، يبقى الاكس هتساوي موجب كام؟ 5. عدد تاكسد الفوسفور في ايون البروفسفات اللي هو بالشكل ده، عايزين نحسبه. قول يا عم. ادا البي 2 او 7 كله سالب 4، هنساوي بصفر ولا نساوي بسالب 4؟ هنساوي بسالب 4. هو طالب الفوسفور، الفوسفور منه 2 يبقى 2 بي، الاكسجين بسالب 2 فيه 7 يبقى سالب 14 هيساوي سالب 4. هنعدي ديت الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى ال 2 بي هيساوي كام؟ 14 بالموجب سالب 4 هتساوي كام؟ 10. يبقى هنقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى البيب كام؟ موجب 5. قول يا نوري. ما صيغة أكسيد العنصر N الذي يقع في المجموعة 3 إيه بالجدول الدوري؟ لسه قايلينه دلوقتي. إما هو وده الأو. الاكسجين ثنائي وطالما 3 ايه يبقى عدد تاكسده 3 او موجب 3، نبدل يبقى ام 2 او 3. طبعا هو هيشتغل على الاكسيد ده دايما اللي هو اكسيد الالومنيوم، وده من الاكاسيد ايه المتردده. طيب يمكن ان يعمل الكبريت كعامل مؤكسد وعامل مختزل، ما التفسير العلمي لذلك؟ ها قولي. هنا انت قلت جيم، لأن مستوى الطاقة الخارجي للكبريت بيبقى فيه 6 إلكترونات. الست إلكترونات دول ممكن يكتسب عليهم 2 عشان يكملهم ل 8. وبالتالي طالما اكتسب حصل له اختزال يبقى عامل مؤكد. وممكن يشارك بإلكترونات وممكن يعمل إيه؟ يفقد. لأن عدد التأكسد بتاع الكبريت على فكرة، الكبريت عنده موجب 2 وموجب 4 وموجب إيه؟ 6. يبقى الكبريت أحيانا بيبقى له أعداد تأكسد موجبة. فطالما قال لي عامل مؤكسد يبقى بيحصل له عمليه ايه؟ اختزال. يعني هيفقد. عامل مختزل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل مختزل يبقى بيحصل له عمليه ايه؟ اكسد.
اللي بعده عندما يتفاعل ال N-O2 متحولا الى N2O4 هنجيب عدد التأثر ده ونجيب عدد التأثر ده قبل ما نشتغل على اي حاجه. هنا كده دول اتنين نيتروجين، الاكسجين سالب 2 في 4 يبقى بسالب 8 هيساوي صفر، يبقى الاثنين نيتروجين هيساوي موجب كام؟ 8. يبقى النيتروجين الواحدة هتساوي موجب كام؟ 4. هنا نفس الكلام، سالب 2 في 2 هيبقى بسالب 4، يبقى النيتروجين بموجب 4، يبقى ما حصلش أكسدة ولا اختزال ولا حصل له إيه؟ طيب. أعداد التأكسد في الشكل يمكن أن تنطبق على كل مما يأتي معنا. طبعا يا جماعة ممكن أن تنطبق على أي حاجة معايا N2، لأن الـ N2 إيه؟ في هنا حاجة تساوي الصفر، ديت لها أرقام ولها قيم أهي. يعني مثلا إحنا لو جينا نحسب الأولاني هيبقى هنا كده سالب 2، يبقى هنا موجب 2 على 2 فيبقى موجب كام؟ 1. ممكن نعتبر ده موجب 1. ممكن. هنا سالب 2 في 2 هيبقى بسالب 4، يبقى هنا بموجب كام؟ 4. هنا سالب 2 في 3 يبقى بسالب 6، يبقى ده هو بموجب كام؟ 6 على ال 2 يبقى بموجب كام؟ 3. يبقى ديت لها قيمة اهيت ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. يبقى ال N2، لأن ال N2 جزيء متماثل عدد تأكسده بيساوي صفر. أي من التالية يعبر فيها عدد تأكسد النيتروجين في زد؟ الزد ده أكبر حاجة. هنجيب عدد تأكسد الكل ونختار له كده. هيبقى هنا سالب 2، هنا هيبقى موجب 2 على 2 هيبقى بموجب كام؟ 1. طبعا موجب 1 ده مش أكبر حاجة. موجب 1 ده مش أكبر حاجة، بس أبعد. سالب 2 في 2 هيبقى بسالب 4، يبقى هنا بموجب كام؟ 4. سالب 2 وهنا موجب 2، لو سمحتوا يا جماعة نسمع. ماشي؟ يبقى هنا هتستبعد موجب 1 وهتستبعد موجب 2 لأن في أكبر منهم اللي هو موجب كام؟ 4. طبعا احنا لسه حاسبين ديت في المساله اللي فوق كانت بموجب كام؟ 3. سالب 2 في 3 هتبقى بسالب 6، ده هيبقى بموجب 6 على 2 هيبقى بموجب كام؟ 3. طبعا اكبر حاجه هيبقى مين؟ ب. الصيغه الكيميائيه للماده التي يكون فيها النيتروجين في اقل حاله تاكسد، نفس فكره السؤال اللي فات ان انت بتحسب اعداد التاكسد وتشوف الصغير. احنا عندنا هنا النيتروجين مطلوب، الهيدروجين 4 في موجب 1 هيبقى بموجب كام؟ 4. يبقى هنا 2 ان، ال 2 ان ده هم هيبقوا مطلوبين وهساوي كله بايه؟ بصفر. يبقى ال ان الواحده بتساوي، طبعا هتعدي دي بعكس الاشاره، هتبقى هنا يا جماعة الخير 2 ان هيساوي سالب 4، يبقى ال ان بتساوي كام؟ سالب 2. هو طبعا عاوز اقل قيمة لحالة تأكسد. طيب الثانية ديت هيبقى بسالب 3، سالب 3 اقل من سالب 2 فنستبعد الاولى. هنا طبعا الاكسجين، اقول لك على حاجة بقى تخلي بالك منها، الاكسجين عدد تأكسده بيكون بالسالب، فاللي معاه يكون بالموجب. خلاص؟ يبقى عدد التأكسد هنا هيبقى موجب، وهنا عدد التأكسد هيبقى موجب، فهستبعد الاثنين دول. اللي فوق النيتروجين مع الهيدروجين، النيتروجين هيبقى بشرطه سالبة، لأن الهيدروجين بالموجب، فلما يكون عنده عنصرين بشوف الأكبر سالبية ياخد الإشارة السالبة، والأقل سالبية ياخد الإشارة الموجبة. أنت عارف إن الهيدروجين عدد تأكسده بالموجب يبقى اللي جنبه بالسالب. الأكسجين عدد تأكسده في معظم مركباته بالسالب يبقى اللي جنبه هيكون بالإيه؟ بالموجب. لذلك لما الفلور قابل الاكسجين في فلوريد الاكسجين العمليه اتعكست. ليه؟ لان فلوريد الاكسجين الاو اف 2 الفلور بسالب، بسالب 1 في 2 بسالب 2، فكان لازم الاكسجين يبقى بموجب ايه؟ موجب 2.
اكبر سالبيه اللي هو الكلور، واقل سالبيه اللي هو الاكسجين. مال هنا بيقول لي اي التاليه يعرف بشكل صحيح عدد تاكسد الهيدروجين في الجزيئات التاليه. هنا حضرتك هنبدا من عند الهيدروجين. الهيدروجين عدد تاكسد الهيدروجين واحده مش هيساوي سالب، هيبقى هنا الاكسجين بسالب 2 يبقى ده بموجب 2 على الاثنين يبقى بموجب 1. خلاص هي جت معايا. اتاكد بقى هيدريد الصوديوم ده بموجب كام؟ 1، يبقى ده بسالب ايه؟ 1 صح. الهيدروجين جزيء متماثل بصفر. النشادر بموجب ايه؟ 1 اللي هو الهيدروجين الواحد، لان النيتروجين بيبقى بسالب 3 وده هيبقى بموجب 3 على 3 يبقى بموجب كام؟ 1. السؤال اللي بعده، يحضر حمض النيتريك في الصناعه تبعا للتسلسل اللي قدام ده. هيبدا من نيتروجين يعطله هيدروجين، وبعد كده عطلنا ال NO طبعا هيدخل فيه اكسجين يعني، وبعد كده ال NO2 وبعد كده ال HNO3. طبعا ديت مش معادلات ولا حاجه، هو جايب دلوقتي مركب بيعطي مركب او عنصر بيعطي مركب. يعني هنا النيتروجين فعله مع الهيدروجين كون نشاط، بعد كده دخل عليهم اكسجين فكون اكسيد النيتريك، رجع عكس الثاني فتكون ثاني اكسيد الايه؟ النيتروجين. بعد كده فاعل مع مين؟ مع ميه. بيقول لي ما الترتيب الصحيح لاعداد التاكسد بتاعه النيتروجين؟ طبعا هنا حضرتك النيتروجين بيبقى بايه؟ بصفر، فتستبعد ج و ايه؟ ود. طيب عدد تاكسد النيتروجين بيبقى بسالب 3، لسه قايلين دلوقتي الهيدروجين موجب 1 في 3 هيبقى بموجب 3، يبقى اللي جنبه بسالب ايه؟ 3 اهو في الاثنين. هنا الاكسجين بسالب 2 يبقى اللي جنبه بموجب 2 يبقى خلاص. خلاص يا جماعه كده؟ ما هو سالب 2 يبقى اللي جنبه بموجب ايه؟ 2، ما ينفعش اختار مش هينفع اختار له باقي. كملت بقى هتلاقي اللي بعده كله صح. سؤال 29 سؤال مهم واتكلمنا عليه الحصه اللي فاتت. مهم جدا كمان. بقول لي بالتحليل الكهربي المصهور هيدريد الصوديوم، يعني ايه مصهور؟ يعني مفيش ميه. المصهور بيختلف عن المحلول، لان المحلول بيكون في ميه فالميه كمان بتتحلل. اما هنا ده ايه؟ مصهور. مصهور هيدريد الصوديوم يبقى NaH. ال N بيبقى موجب وال H بيبقى سالب. الموجب يتجه نحو الكاثود، عشان كده يا جماعه الخير الموجب ده سميناه السنه اللي فاتت ايه؟ كات يون. كات يون بيروح للكاثود، لان الكاثود بيبقى شحنته ايه؟ سالبه. طيب والهيدروجين انيون هيروح ناحيه مين؟ الانود، لان الانود شحنته بتبقى موجبه. فأي من التاليه صحيح؟ يتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب الايه؟ الموجب اللي هو الانود، ماشي. طب تعالى نشوف كده، يتصاعد غاز الهيدروجين عند قطبي التحليل؟ لا، مش هينفع يروح عند القطب الثاني، مش هينفع يروح عند الايه؟ الكاثود، لان الاشاره بتاعته اشاره ايه؟ سالب. طيب يتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب السالب، القطب السالب اللي هو مين؟ الكاثود، واحنا قلنا مش هيروح عند الكاثود. لا يمكن التعرف على الاقطاب؟ لا، بيمكن التعرف على الاقطاب من خلال غاز الهيدروجين. يعني انا لو عندي بطاريه، ها خلي بالك، لو عندنا بطاريه والبطاريه ديت غير معلومه الاقطاب، اعرف الاقطاب بتاعتها من خلال تحليل الكهرباء. يعني ممكن ده سؤال يجي يقول لك كيف يمكن التعرف
على أقطاب بطارية بمصهور هيدريد فلز. الهيدريد اللي هو الهيدروجين هيبقى الإشارة بتاعته إيه؟ سالبة، أو الشحنة بتاعته شحنة سالبة، أو عدد التأكسد بتاعه إيه؟ سالب. فالهيدروجين هيتجه نحو القطب السالب. فأنا أقوم جاي عامل إيه؟ بعد ما أخلص تحليل أقوم جاي بقول ثقاب مشتعل. هيجي عند الهيدروجين ويحصل اشتعال بإيه؟ بفرقع. يبقى الهيدروجين متكون عند مين؟ عند الكاثود. أقوم رايح حاطط للبطارية إشارة إيه؟ سالبة. والناحية التانية مش هيحصل حاجة لأن الصوديوم هيبقى مترسب هناك أو الفلز مترسب هناك، فيبقى ده إشارة إيه؟ موجب. طيب السؤال اللي بعده فكرته بقى، أي مما يلي تنطبق على هيدريد الكالسيوم؟ هيدريد الكالسيوم اللي هو سي إيه؟ اتش 2 سالب 1 هيدروجين في 2 يبقى بسالب 2. الكالسيوم بموجب 2 معروف، يبقى عدد تأكسد الهيدروجين بإيه؟ بالسالب. السالب ده هو يتجه نحو مين؟ يتجه نحو المصعد اللي هو مين؟ الانود. طيب والكالسيوم هيترسب فين؟ عن الكسر. طبعا انت بتفهم كيمياء وعارف كلمة يتصاعد عشان غاز، ها، ويترسب عشان اي مادة ايه؟ صلبة. فهنا بيقول لي مركب تساهم، لا، هيدريدات الفلزات مركبات ايونية تتكون من ايون موجب وايون، لان الفلز بيفقد ولا فلز ايه؟ بيكتسب. يبقى هيدريدات الفلزات مركبات ايه؟ ايونية. طيب مركب تساهمي، لا، مركب ايوني بالتحليل الكهربي المسهور يتصاعد غاز الهيدروجين عند المهبط فقط. هو راح عند المهبط؟ راح عند مين؟ المصعد. يبقى الاختيار نو د. تساهمي لا، عدلها بقى، ايوني، عدلها ايوني. اخر حاجه يا شباب، اخر حاجه في المنهج خالص عشان نقفل منهجنا كده ونركز فيه، هتابع اعداد التاكسد اثناء التفاعل الكيميائي عشان تعرف الاكسده والاختزال. بيقول لي هنا يمكن معرفه التغير الحادث للعنصر من حيث عدد التاكسد او الاختزال اثناء التفاعل الايه؟ الكيميائي. يبقى بيحصل عمليه اكسده او اختزال لعنصر معين، وبالتالي انا بعرف التغير ده، وذلك عن طريق تتبع التغير الحادث في عدد التأكسد قبل وبعد التفاعل. يعني في المتفاعلات بنحسب عدد التأكسد وفي النواتج بنحسب عدد التأكسد. لو انا لقيت عدد التأكسد ثابت، يعني مثلا عنده عنصر عدد تأكسده في الشمال مثلا بموجب واحد وفي اليمين بموجب واحد، يبقى العنصر ده لا اتأكسد ولا اختزل. طيب عدد التأكسد زاد، يبقى كده حصل اكسده. عدد التأكسد قل، يبقى حصل اختزال. فحضرتك لو حفظت الكلمتين ده هما هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله قوي. عدد التأكسد زاد أكسدة، قل اختزال. عدد التأكسد زاد أكسدة، قل اختزال. ماشي كده؟ طيب الأكسدة طبعا هي عملية بينتج فيها أو بيتم فيها فقد إيه؟ الإلكترونات، فبتزيد الشحنة الموجبة. فلما بتزيد الشحنة الموجبة، ها، الشحنة الموجبة زادت نتيجة إيه؟ فقد الإلكترونات، فقد السالب. طيب يبقى أنت دلوقتي عندك فقد إلكترونات، شحنة موجبة زادت، والشحنة السالبة ايه؟ قلت. يبقى هنا كده بيحصل زيادة في الشحنة الايه؟ الموجبة، أو نقص في الشحنة الايه؟ السالبة. طيب، أنت حضرتك بقى بتتتبع عملية النقص أو الزيادة. الاختزال عكسه، هنا فقد، هنا اكتساب. طيب هنا كان زيادة في الشحنة الموجبة، لا، هتبقى زيادة في الشحنة الايه؟ السالبة. لأنه بيكتسب إلكترونات، والإلكترون شحنته ايه؟ سالب. فأنا لما اكتسب سالب يبقى الشحنة السالبة ايه؟ تزيد. أو نقص في الشحنة الإيه؟ الموجبة. طيب، العامل المؤكسد هو المادة التي يحدث لها إيه؟ اختزال. المادة التي تتأكسد تتسبب في اختزال مادة أخرى، لذلك تسمى عامل ايه؟ مختزل. المادة اللي بتتأكسد بتتسبب في اختزال مادة ايه؟ أخرى، فبيسموها عامل ايه؟ مختزل.
طب والماده اللي بتختزل هتسبب اكسده ماده اخرى فيسموها عامل مؤثر. العامل المختزل ماده بيحصل لها ايه؟ اكسده. تدريب يا باشا، ركز معايا بقى في الحاجات دي. طبعا هنيجي في الاخر كده اقول لك كام جمله يريحك في موضوع الاكسده والاكسده. التفاعل بتاعنا ده تفاعل احلال ايه؟ بسيط. هو مش احلال بسيط لان الهيدروجين مش هيقدر يحل محل مين؟ النحام. بس انت تشوف وتقول لي ده الهيدروجين حل محل النحاس، لا هو حصل اكسده وايه؟ واختزال. الهيدروجين اكتسب الاكسجين والنحاس فقده. يبقى هنا كده لو انت بتتكلم على الاكسده والاختزال بالمفهوم التقليدي هتقول لي ده فقد اكسجين. يبقى حصل له عمليه ايه؟ اختزال. يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. بنكسر ما قبل الاخر، اسم فاعل، عامل مؤكسد. ماشي؟ مش مؤكسد، عامل مؤكسد. طيب الهيدروجين اخذ اكسجين، يبقى حصل له عمليه ايه؟ اكسده. يبقى عامل ايه؟ مختزل. خلاص كده؟ ده بالمفهوم هو التقليدي. المفهوم اللي هو اكتساب وفقد اكسجين اللي انت درسه في ثالثه اعداد. احنا بقى عاوزين نتكلم عليه المفهوم الالكتروني. الاكسجين هنا في سالب 2، النحاس بموجب 2. النحاس هيتحول من موجب 2 للنحاس بصفر. من موجب 2 لصفر يبقى زاد ولا قل؟ قل. يبقى حصل له عمليه ايه؟ اختزال. يبقى عامل ايه؟ مؤكس. خلاص؟ طيب تعالى نتاكد، هو الهيدروجين هنا بايه؟ بصفر. هنا الاكسجين بكام؟ سالب 2. يبقى هنا موجب 2 على 2، هيبقى الهيدروجين بموجب كام؟ زاد. اكسده. عامل مختزل. خلاص؟ وضح التغير الحادث من اكسده او اختزال في التفاعل التالي، والسؤال ده دايما بيجي في المقال. يجيب لك معادله ويقول لك وضح الاكسده والاختزال. طيب. فاهم هنا كده. أدى الأكسجين أو الكربون اتحول لـ CO2. لو أنت هتتكلم أكسدة واختزال بالمفهوم التقليدي فالكربون أخد أكسجين فحصل له إيه؟ أكسدة، فيبقى عامل إيه؟ مختزل. بص كده. أنا بتكلم عن مفهومه تقليدي، يعني لو معادلة زي دي جات لي كده وبصيت عليها خلاص أكسجين هياخد إيه؟ كربون، فيبقى هنا حصل له عملية إيه؟ الكربون أخذ أكسجين فحصل له عملية أكسدة فيبقى عامل مختزل. طب أنا عاوز أحسب بقى. الكربون هنا بكام؟ بصفر. اتحول إلى سالب 1 في 2 هيبقى بسالب. يبقى هنا بموجب عدد التأكسد زائد أكسد عامل مختزل. خلاص يا جماعة كده؟ تيجي هنا. إذا كان في حصل أكسدة في الناحية ديت يبقى الناحية التانية حصل فيها إيه؟ اختزال. طيب انا عندي هنا الهيدروجين بموجب كام؟ 1. الاكسجين سالب 2 في 3 هيبقى بسالب كام؟ 6. يبقى ده بموجب كام؟ 5، عشان الموجب قد السالب. طب تعالى هنا ال NO2 سالب 2 في 2 هيبقى بسالب 4، يبقى ده بموجب كام؟ 4. من موجب 5 لموجب 4 قل، اختزال. يبقى عامل ايه؟ هنا بس معلومه لازم تعرفها، ان العامل المؤكسد والعامل المختزل بيكونوا فين يا شباب؟ قبل لسه. بيكونوا دايما فين؟ في المتفاعلات. فما يجيش يقول لي عامل مؤكسد وعامل مختزل وانت تبص لي على النواه، لا ما ينفعش. ماشي يا جماعه كده؟ طيب في سؤال يا استاذ، هو حضرتك اخذت الكربون ورحت لثاني اكسيد الكربون. المواد معظم التفاعلات اللي بتيجي معظمها الهيدروجين والاكسجين عدد تاكسدهم ما بتغير. معظمهم عدد تاكسد الاكسجين والهيدروجين ما بتغيرش. امتى عدد تاكسد الهيدروجين والاكسجين اتغير؟ لما يبقى داخل في مركب ويطلع في عنصر. او داخل عنصر ويطلع في مركب، فكده هيحصل تغير لان العنصر هيبقى له قيمه والمركب هيبقى له ايه؟ قيمه. اما هنا الهيدروجين بموجب 1 والاكسجين بسالب 2، الكربون الاكسجين هنا بسالب 2 وهنا برضه بسالب 2 وهنا بسالب 2 والهيدروجين هنا بموجب ايه؟ 1. فانت بتشوف العناصر المختلفه عن الهيدروجين والاكسجين وتشتغل عليها. بس في معادلات رخمه. بيبقى يجي في الامتحان ويشتغل على الهيدروجين والاكسجين، هنشوف واحده منهم. هنا
وضح التغير الحادث من أكسدة واختزال للكبريت. لمين؟ للكبريت. الكبريت هنا حصل له أكسدة وحصل له اختزال. بص معايا الأول، الهيدروجين هنا في مركب بموجب واحد، الأكسجين هنا في مركب بسالب اتنين، الهيدروجين هنا في مركب بموجب واحد، الأكسجين هنا بسالب ايه؟ اتنين. يبقى الهيدروجين والأكسجين لا أكسدة ولا اختزال. يبقى مين اللي هيتغير؟ الكبريت. الكبريت مرة هتنقله أو هتحسب عدد تأكسده وتقارنه ب الاس، يعني ال H2S هتقارنه بمين؟ بال3S، وال SO2 تقارنه برضه بمين؟ بالاس. أنت ملاحظ حاجة في المعادلات يا أستاذ؟ أيوه ملاحظ حاجة. عدد المولات ده هو ما بنسألش فيه. خلاص كده؟ فأنت هتكتب الجملة دي كده. عند حساب عدد التأكسد في المعادلات انسى عدد المولات. الا اذا هو اضطرك لكده، يعني انت مش هتشتغل على عدد المولات وانا بشتغل على المعادله، بسيب عدد المولات في انتجاه. يعني انا هنا اشتغلت على مين؟ ال H2S من غير الاثنين، وال S من غير الثلاثه، اشتغلت هنا على ال SO2 من غير حاجه، من غير المعامل، وهنا ال S اهو شلنا الثلاثه. انسى عدد المولات، سيب عدد المولات، مالكيش دعوه بعدد المولات عشان ما تعمليش مشكله. هنا يا جماعه الخير الاس، الهيدروجين عدد تاكسده بموجب واحد، يبقى موجب واحد في اتنين، الهيدروجين موجب واحد في اتنين هيبقى بموجب اتنين، يبقى الكبريت معاه هيكون بكام؟ سالب اتنين. والناحيه الثانيه عنصر بكام؟ بصفر. من سالب اتنين لصفر قل ولا زاد؟ الاختزال. من سالب اتنين لصفر زاد، صح. يبقى حصل له عمليه اكسده ويبقى عامل ايه؟ مختزل. الناحيه الثانيه بقى، الكبريت هنا مع اكسجين، احنا لسه قايلين من شويه الاكسجين عدد تاكسده بايه؟ بالسالب. فاللي معايا يبقى بالايه؟ بالموجب. سالب 2 في 2 يبقى بسالب 4، يبقى الكبريت بموجب 4، تحول لعنصر بصفر. يبقى هنا كده قل، يبقى حصل له اختزال، هيبقى عامل ايه؟ مات. ده بيفسر السؤال بتاع الاختياري اللي احنا حلينه من شويه. ليه الكبريت ممكن يحصل له اكسده وممكن يحصل له اختزال؟ لانه ممكن يفقد وممكن يكتسب. ديت معادله احلال بسيط، وده اللي انا عاوز اقوله لك. جميع معادلات الاحلال البسيط تتضمن اكسده واختزال. جميع تفاعلات الاحلال البسيط تتضمن اكسده وايه؟ واختزال. واعكس الجمله وقول جميع تفاعلات الاحلال المزدوج لا تتضمن اكسده واختزال. اي وبنقارنهم الاثنين ببعض. هنا الخرسين كان عنصر بكام؟ بصفر. هنا مع الكبريتات، الكبريتات كلها بكام؟ بسالب اتنين، يبقى هو بكام؟ بموجب اتنين. طيب يبقى الخرسين يتحول من صفر لموجب اتنين، زاد اكسده، يبقى عامل ايه؟ مختزل. طيب تعالى هنا، النحاس كان مع الكبريتات، الكبريتات كلها بكام؟ سالب اتنين، يبقى النحاس بكام؟ يعني تحول النحاس بايه؟ بصفر. من موجب اتنين لصفر الاختزال، يبقى عامل ايه؟ موت. في ملحوظه بقى تخلي بالك منها، عدد الالكترونات المكتسبه. يعني لو جه مثلا قال لي احسب عدد الالكترونات المكتسبه وعدد الالكترونات المفقوده. انا عندي هنا في المثال بتاعنا ده عندي كام ذره خرسين؟ ذره واحده، ما فيش قدامها حاجه ولا تحتها حاجه. كام ذره؟ ذره واحده. طيب هنا عدد التاكسد بتاعنا اتغير بمقدار كام؟ اتنين. فهو حصل له عملية ايه؟ والأكسدة فض ايه؟
الكترونات، يبقى فقط كام؟ اثنين. طب انا عندي هنا النحاس اتحول من موجب كام لكام؟ طيب من موجب اثنين لصفر بيتغير بمقدار كام؟ اثنين. طب هي كام ذره؟ ذره واحده او ايون واحد، معنى ان هو حصل له عمليه اختزال، يبقى اكتسب ايه؟ الكترونات. مين اللي اكتسب؟ ايون النحاس. يبقى ايون النحاس اكتسب اثنين، وذره الخرسين فقدت ايه؟ اثنين. فعدد الالكترونات المفقوده لازم يساوي عدد الالكترونات الايه؟ المكتسبه. هو بيقول عدد الالكترونات المكتسبه بيساوي عدد الذرات بتاعتك فعدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه. ركز معايا في الاسئله دي. هنا بيقول هنحول او سالب لاو سالب 2. خلي بالك من او سالب لاو سالب 2، يبقى عدد الالكترونات المكتسب زاد، مش هو كان عليه سالب؟ بقى عليه كام؟ يبقى كده اكتسب كمان ايه؟ الكترون. يبقى لما بيكتسب الكترونات بيحصل عمليه ايه؟ اختزال، وبتحول من او سالب نص قطره صغير شويه الى او سالب 2 نص قطره ايه؟ اكبر، لان الالكترونات لما بتزيد بيحصل بينها تنافر فبتزود نص القطر. طيب يبقى انت دلوقتي عندك الاو سالب، ها هيبقى حصل اكتساب مزيد من مع زياده نص، اللي هو الاختيار نو. طيب ركز معايا في السؤال الثاني. في التفاعل اللي قدامي ده بيقول لي هنا مين اللي حصل له اكسده ومين اللي حصل له اختزال؟ طلع عن الرسالة. انت عندك الهيدروجين هنا بكام؟ بصفر. صفر ليه يا استاذ؟ في مركب يبقى بموجب واحد، لان الكلور بكام؟ سالب واحد. طب هنا برضو في مركب سالب اثنين اكسجين، هيبقى هنا بموجب اثنين على الاثنين هيبقى بكام؟ موجب واحد. يبقى لا زاد ولا قل، لا اكسده ولا اختزال. ليه؟ لانه جه في سؤال الامتحان السنه اللي فاتت وقال له مين اللي ما بيحصلوش اكسده ولا اختزال؟ فالهيدروجين ما بيحصلوش اكسده ولا اختزال، عدد تأكسده ما اتغيرش. طيب شوف السي ال، السي ال كان هنا بكام؟ طيب اتحول الى ايه؟ نص سي ال 2. سيبك من نص، بص على السي ال 2 جزيء متماثل بكام؟ بصفر. من سالب لصفر زاد، مين اللي زاد؟ السي ال. يبقى هنا كده تقول لي ايون السي ال سالب حصل له عمليه ايه؟ اكسده. طيب ايون السي ال سالب طالما حصل له اكسده يبقى عامل ايه؟ مختزل. طيب انا اقدر اقول ان ايون الكلورايد عامل مختزل، والمركب اللي فيه ايون الكلورايد عامل مختزل. يبقى لو ما لقيتش السي ال سالب يبقى اختار له مين؟ الاتش سي ال. يبقى الاتش سي ال عامل ايه؟ مختزل. هو الاتش سي ال اللي حصل له اكسده ولا السي ال بس؟ بس جزء من كل، فاللي ينطبق على الجزء ينطبق على مين؟ على الكل. طب كمل بقى. النيتروجين شوفوا كده كان هنا بكام؟ هنا الهيدروجين بموجب واحد، والاكسجين سالب 2 في 3 بكام؟ سالب 6. يبقى ده انا هيبقى بموجب كام؟ 5. عشان موجب 5 مع موجب 1 يبقى بموجب 6 زي السالب 0. طيب تعالى هنا سالب 2 في 2 هيبقى بسالب كام؟ يبقى ده بموجب كام؟ طيب من موجب 5 لموجب 4 زاد ولا قل؟ قل. يبقى حصل له عمليه ايه؟ اختزال. يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. ركز بقى معايا كده، مين العامل المؤكسد؟ النيتروجين اللي هو الN موجب كام؟ موجب 5. النيتروجين بتاع المتفاعل ايه؟ الN موجب ايه؟ 5. او الNO3 سالب اللي هو ايون النترات اللي النيتروجين جزء منه، او الHNO3. يبقى مين العامل المؤكسد يا جماعه؟ الايون اللي حصل له عمليه اختزال، او المجموعه الذريه بتاعته، او المركب بتاعه. طبعا هنا بقول لي حدث اكسده للنيتروجين، هقول له لا، الHNO3 عامل مختزل، احنا قلنا لا هيبقى عامل ايه؟ مؤكسد. حصل اختزال للكلور، قلنا لا حصل له عمليه ايه؟ اكسده. يبقى الاختيار بتاعنا الHCl عامل ايه؟ مختزل. طيب نقول معلومه كده، بزياده عدد التاكسد على ايون الموجب ايه اللي بيحصل لنص قطره؟ بيقل. بزياده عدد تاكسد الايون الموجب يقل نصف
كتره ليه يا حاج؟ لو انا عندي ام موجب وام موجب 2 وام موجب 3 وام موجب 4، يعني كل ما زادت الشحنه الموجبه على ينقل نصف قطره، يبقى بزياده عدد الالكترونات المفقوده هيقل نصف القطر. فطبعا هنا انت محتاج تحدد انصاف الاقطار بتاعتك، حدد عدد التاكل. الام او ده سالب 2 ده موجب كام؟ 2. هنا سالب 2 في 2 يبقى بسالب 4، يبقى ده بموجب كام؟ 4. سالب 2 في 3 بسالب 6، يبقى ده بموجب 6، بس على كام؟ يبقى بموجب كام؟ 3. مين اصغر نص قطر؟ الاربعه موجب 4. خلاص كده؟ يبقى الام او 2 اصغر حاجه في نص القطر، وبالتالي يبقى اصغر في طول الايه؟ الربط. اللي نص قطره صغير طول ربطته صغير، اللي نص قطره كبير طول ربطته كبير. فهو هنا بيقول لي ها رتبهم على حسب طول الربط. هبدأ من الصغير اللي هو مين؟ ام او 2 اصغر من ام 2 او 3 اصغر من الام او جيل. شوف المعادلة دي، انا عاوزك تبقى عندك حاسه كده، بحيث ان انت تبص المعادله تفهم مين اللي حصل له اكسيد اكسجين. بص كده على الاتش بي ار هناك، الاتش بي ار، البي ار في مركب طلع ايه؟ جزيء عنصر. خلاص يبقى كده اتغير عدد التاكسده على طول. هنا حضرتك لو بصيت ده هيبقى بسالب كام؟ 1، لانه جنب الهيدروجين اللي هو بموجب ايه؟ 1. بقى هنا بكام؟ بصفر. من سالب 1 لصفر زاد اكسده عامل. مين العامل المختزل؟ البي ار سالب او الاتش بي ار. خلاص يا جماعه كده؟ مجرد بس ان انا ابص للمعادله هفهم التغير اللي حصل فيه. طيب عند عنصرين اكس 11 واي 17، اعملها بقى واي 17. الاكس ده هو ايه يا جماعه؟ فلز. الفلز بيعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ اكسده. يبقى يسهل تاكسد اكس عن مين؟ عن واي. خلاص كده؟ ليه؟ لان الثاني لا فلز هيحصل له عمليه ايه؟ اختزال. خلاص يا جماعه كده؟ واضحه الفكره؟ يبقى الفليز، طب انا عرفت منين ان هو فليز؟ وزع 2.8.1 او وزع نيون 3s1، هيبقى عنده الكترون واحد هيميل لفقده، يبقى الفلزات تميل لفقد الكتروناتها فيسهل اكسدت وتبقى عوامل مختزل ايه؟ قوي. لذلك كان في جمله كده في ثالثه اعدادي، مش عارف حد لسه فاكرها ولا لا، كنا بنقول فليز يفصل اكسده عامل مختزل، لافليز يكتسب، يحصل له ايه؟ اختزال عامل مؤكد. طيب السؤال رقم 6 بيقول المعادله التاليه، انت عندك هنا واي كام بكام؟ اتحول لكام؟ موجب. من صفر لموجب زائد. طب في حته ثانيه اصلا تبين لي ان هو زائد اصلا وحصل له عمليه ايه؟ اكتب. ما هو فقد الكترون. خلاص كده؟ المعادله دي بتنطبق على ثلاث حاجات في المنهج. اولا ده جهد تأين، لان جهد التأين تعريفه مقدار الطاقه اللازمه لفصل اقل الالكترون، فانا فصلت الكترون يبقى ده جهد ايه؟ تأين. طب بتاعت طاقه يبقى تفاعل ماس. خلاص؟ يبقى اكسده. ها يبقى ده جهد تأين وتفاعل كمان ايه؟ ماس. طيب احنا قلنا حصل عمليه اكسده اللي بيحصل له سالب عامل مختزل، يبقى عامل مختزل وعمليه اكسده وجهد تأين، يبقى بتمثل كل ده ما عدا عامل مؤثر. اللي تحت هنا الذره اكتسبت الكترون فكده اسمه ميل ايه؟ الكترون. طيب اللي بيكتسب يبقى بيحصل له اختزال، واللي بيحصل له اختزال يبقى عامل، يبقى نستبعد مين؟ عامل في التفاعل اللي قدامي ده الـ CO يعتبر ايه؟ انا ممكن اجيبها
بالمفهوم، طالما في اكسجين بتحرك قدامي ممكن اجيبها بالمفهوم التقليدي. الاكسجين بتاع مين؟ بتاع الحديد ساب ومشي. شايف كده الحديد كان معاه ايه؟ اكسجين. اصبح هنا الحديد من غير اكسجين، خلاص يبقى الحديد فقد الاكسجين، الاكسجين بتاعه قل، يبقى كده حصل له عمليه ايه؟ اختزال، خلاص. طب اللي جنبه اخد الاكسجين، كان عنده او واحده بقى عنده ايه؟ اتنين، فيبقى كده حصل له عمليه ايه؟ طيب اللي حصل له اختزال يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. وده يبقى عامل ايه؟ مختزل. خلاص يا جماعه؟ ده بالمفهوم انه التقليد. طب بالمفهوم الالكتروني، هنا الاكسجين بسالب 2 يبقى ده بموجب 2، اتحول الناحيه الثانيه سالب 2 في 2 يبقى بسالب 4، يبقى ده بموجب 4. ها عدد التآكسد زاد يبقى حصل له ويبقى عامل مختزل. يبقى هنا الماده سي او عباره عن عامل ايه؟ مختزل. قدامك المفهومين يا تقليدي يا الكتروني، بس انت بتشتغل على مين؟ الالكتروني. بيشتغل على المفهوم الالكتروني اللي هو حركه الالكترونات. السؤال اللي انا بكلمك عنه في التفاعل اللي قدامي ده، العنصر الذي لم يتغير عدد تاكسده، لم يتغير عدد تاكسده، لم يتغير. الكربون هنا الهيدروجين بموجب 1، فاربعه يبقى بموجب كام؟ يبقى هنا الكربون بموجب 4، سالب 4، سالب 4. الاكسجين هنا بكام؟ بصفر. طبعا الهيدروجين الواحدة يا جماعة بموجب كام؟ 1. طيب تعالى هنا للكربون، سالب 2 في 2 هيبقى بسالب، يبقى هنا بموجب كام؟ يبقى الكربون اتغير من سالب 4 لموجب 4، فالكربون اتغير. هو هنا بيقول لي مين اللي ما اتغيرش؟ خلاص؟ الأكسجين في المتفاعلات أنا معوض عنه هنا بكام؟ بصفر. وهنا في المركب معوض عنه بسالب كام؟ 2، يبقى اتغير. تعرف انا شلت اللي هناك ده عشان طبعا هو جامع الاثنين، يبقى مفيش غير مين؟ الهيدروجين معوض هنا بموجب 1 وفي المركب ده بموجب ايه؟